تحت رعاية سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي لأمراض دم الأطفال بمشاركة ما يزيد على 400 مختص ومهتم من داخل البحرين وخارجها. هذا المؤتمر الذي يأتي بدعم من صندوق العمل تمكين والذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات وعرض آخر التطورات في مجال علاج أمراض الدم عند الأطفال. أهمية فحوى العنوان وحجم مخاطره جاء مدعاة لتشكل هذا التجمع العلمي المكثف من قبل ثلة من محاربي الأسقام المناوئين لمتنوع الأمراض المستعصية التي تلقي بظلال شبحها لتهدد حياة العديد من قرناء البراءة والباقين على مصاحبتها. أطفال بعمر الزهور يتعرضون بين الحين والآخر إلى تهديد يستهدف براعمهم الندية عبر اعتلالات تصيب دماءهم لتنهك حيوية أجسادهم الرقيقة. والمؤتمر الدولي لأمراض دم الأطفال جاء ليشكل كمنصة شاملة تقف على متنوع الحلول العلمية وتستعرض آخر التطورات الحديثة التي دنت بثقلها لمواجهة تلك الأمراض والإتيان بأدق التشخيصات والعلاجات الطبية الفعالة والكفيلة بمجابهتها، وخاصة أن في الإجراءات اللي تقوم بها وزارة الصحة للتطورات العلمية الحديثة في رعاية وحماية الأطفال من هذه الأمراض، مثل على سبيل المثال مرضى السكلر. والحمد لله نحن أن لاحظنا أن هناك انخفاض بالنسبة لمرضى السكر بنتيجة الوعي عند في المجتمع، ولكن ما يزال هناك أمراض أخرى تحتاج إلى بحث وعناية وتوفير كافة الخدمات لهؤلاء الأطفال. أكثر من 400 مشارك من داخل البحرين وخارجها، 22 محاضرا من بينهم من ذوي الاختصاص في مجال أمراض دم الأطفال على المستوى المحلي والعالمي، سيسارعون إلى تقديم أوراقهم البحثية الثرية والتي احتوت على دلائل استرشادية من المؤكد أن تنبثق منها آليات عمل وخطط استراتيجية قادرة على التعامل مع التحديات الخطيرة التي قد تواجه مجال معالجة أمراض الدم الوراثية على اختلاف أنواعها ومسمياتها. سوينا برنامج للوقاية من الأمراض الوراثية مثل أمراض السكلر، مثل البيتا ثلاسيميا، الهيموفيليا، إن كل هذه أمراض وراثية ممكن الحد من انتشارها، وممكن تحسين بالبرامج المتطورة ممكن إن احنا نحسن وضع المريض الصحي. فنقل الخبرات بين المستشفيات، بين المتحدثين، بين الدول لها أثر كبير في هذا المؤتمر. نطلع بخبرة كبيرة، نطلع بنتائج كبيرة وسياسات جديدة. نقل العلاجات الجديدة هي أهم وأهداف حضور الناس إلى المؤتمرات. مثل هذه المؤتمرات أثبتت نجاعتها في تشكيل بيئة رحبة لعقد مثل هذا النوع من اللقاءات العلمية المتخصصة التي تجمع أميز العاملين في المجال الصحي والاستعانة بخبراتهم المتميزة والاستفادة منها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على صحة الأطفال وجودة حياتهم. دور تكاملي لمختلف المبحرين في غمر الطب الحديث ممن سيعرضون وطيلة أيام المؤتمر الثلاثة آخر المستجدات في طرق فحص ومسح ومتابعة ومعاينة أمراض الدم التي تصيب الإنسان في مرحلة الطفولة، مما يستدعي تدخلا مبكرا من أجل ضمان الوصول إلى أفضل النتائج في العلاج. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.